والموضوع تم تسويته بشكل نهائي. احنا عارفين اجاي جالنا في 2016 في شهر اغسطس بالتحديد، ولاعب مهم جدا طبعا، يعني كان مبلغ ساعتها اعتقد يعني 2 مليون و600 او 700 الف دولار، والامر انتهى بشكل نهائي. قصه ان الاهلي بيستأنف على حكم مركز التسويه، عارفين ان اول امبارح تم اصدار حكم نهائي باحقيه النادي الاهلي او بتغريم اتحاد الكره 150 الف جنيه. ليه؟ لان النادي الاهلي كان رفع دعوه امام مركز التسويه والتحكيم المصري بخصوص الضرر اللي وقع على النادي الاهلي بعد تاجيل بطوله الدوري لما بعد، لو تفتكروا حضراتكم كده، بعد بطوله الامم الافريقيه اللي كانت في مصر الكبار اللي فاتت. فقصه كبيره وخناقه، مش خناقه يعني، كانت ازمه كبيره زي الازمه اللي كنا عايشينها من كام يوم كده، امور متشابهه هي بتتكرر للاسف في الكره المصريه، ان شاء الله ننتهي منها قريبا يعني بعد ان الناس تتعلم من المشاكل دي. لكن الاهم ان ساعتها النادي الاهلي اعترض وقال يا جماعه مش هينفع، وانت محدد لي اصلا ان الدوري يخلص 30 يونيو وما فيش حاجه، طب انت بالطريقه دي هتاجل ليه؟ طب ما انا عندي مسافه ممكن العب ماتشات، تضرر بقى فني وتسويقي ومادي وعدد كبير جدا من الاضرار اللي وقعت على النادي الاهلي في هذا التوقيت، بالتالي رفع قضيه يعني على اتحاد الكره في مركز التسويه والتحكيم المصري، وكانت النتيجه ان تم تغريم اتحاد الكره 150 الف جنيه. لكن النادي الاهلي مش عاجبه، او مش عاجبه، لا طبعا يعني اكيد مفيش تعليق على الحكم، لكن في نفس الوقت عندك حق ان انت تستأنف، شايف ان العقوبه ممكن تبقى اكبر من كده، فحقك ان انت تعمل كده، فاستأنفت. النادي الاهلي بيستأنف على العقوبه دي علشان يغرم اتحاد الكره بشكل اكبر، وان شاء الله باذن الله الامور دي ما تتكررش مره ثانيه. لكن الجميل في النادي الاهلي وفي اداره النادي الاهلي، وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده، دايما دايما الاداره بتعرف تستف ورقها بشكل كويس، عشان كده بيعرفوا ياخدوا حقهم. يعني بتشوف الاحداث ايه اللي بيحصل، الجوانب القانونيه بتبقى ملم بيها، اللوائح، القوانين، كل هذه الامور، وبتستف ورقك وبتقدر تتقدم بقضيه او تقدر تحاول تاخد حقك، في الاخر حقك بيجي لك وبتستأنف عليه كمان عشان انت شايف ان انت محتاج او شايف ان انت ليك حق اكبر من كده. دي رؤيه النادي الاهلي. فالميزه عند الاداره، مش بس الاداره الحاليه في الحقيقه، هو النادي الاهلي على مدار التاريخ دايما بيستف الورق. تستيف الورق ده شيء مهم جدا، انك تبقى مرتب عشان تعرف تجيب حقك لو حد جه عليه في يوم من الايام، فده شيء ايجابي بالتحديد من قبل مجلس اداره النادي الاهلي. نروح لخبر اخر بالتحديد من اخبار اليوم، واللي قالت ان النادي الاهلي يستأنف على الحكم، ده اتكلمنا فيه، وحزن في الاهلي بعد اصابه محمد محمود بالصليبي للمره الثانيه، وللاسف يعني الموضوع يوم الاربعاء واتكلمنا فيه يوم الخميس، واصابه اخرى لمحمد محمود في الرباط الصليبي، وهو هيسافر بالمناسبه بكره وهيبقى عنده كشف طبي يوم الاثنين، وبعد كده العمليه ان شاء الله يوم الثلاث باذن الله، ويبتدي مرحله جديده من العلاج والتاهيل في طريقه ومشواره لعوده الملاعب باذن الله. وكلنا مستنيينه طبعا، نجم كبير واستنيناه فتره كبيره فاتت وهنستناه فتره كبيره جايه، وهنفضل في انتظاره لانه لعيب كبير جدا، واخلاق وروح جميله في الحقيقه محمد محمود، ربنا يا رب يشفيه ويرجع لنا سريعا باذن الله. نروح لجريده الشروق، وبتتكلم عن ان الاهلي يرفض الوديات قبل المعسكر الخارجي، وكان في تفكير ان ممكن يبقى في مباراه وديه او حاجه قبل ما تروح للمعسكر، لكن خلاص تم رفض هذا الامر. هيكون في مباراه وديه وحيده في الامارات، احتمال يبقى مباراتين، لكن الاقرب هتبقى مباراه وحيده في المعسكر الخارجي. التحضير لسفر محمد محمود، التحضيرات كلها خلصت وكل الامور ماشيه بشكل كويس جدا، والناس اعتقد محمد محمود معاه التاشيره يعني، فمش هياخد وقت في السفر باذن الله، وقلنا حركه وهيسافر بكره باذن الله. انديه ايطاليه تراقب رمضان صبحي، وده اللي قاله بالمناسبه نادر شوقي في تصريحات من يومين، قال ان في بعض الانديه الايطاليه المميزه اللي بتراقب رمضان صبحي. وده طبيعي يعني، رمضان صبحي لعيب كبير قوي، لعيب قيمه في الملعب مهمه فنيا بدنيا ما شاء الله لا قوه الا بالله، فطبيعي لعيب بالمميزات دي وبالقدرات دي ان هو الناس تهتم بيه في اكبر الدوريات الاوروبيه. احنا عارفين ان هو جاي اعاره للنادي الاهلي من هادرسفيلد الانجليزي اللي بيلعب في الشامبيونشيب دلوقتي في الدرجه الثانيه الانجليزيه، فاعاره لمده سنه، فاكيد في وكلاء بيراقبوه، اكيد في انديه بتراقبه. هنشوف مع نهايه الموسم هل ممكن رمضان يستمر في ظل محاولات هتكون اكيد موجوده من النادي الاهلي طبيعي جدا، وفي ظل ممكن عروض تقدم لنادي هادرسفيلد بقى مش للنادي الاهلي، لان هو هادرسفيلد اللي يمتلك عقد رمضان صبحي العقد الممتد بخلاف عقد الاعاره مع النادي الاهلي اللي هو اعاره لمده سنه. فكل الامور دي هتبان مع نهايه اعاره رمضان صبحي مع النادي الاهلي، قدامها 8 9 شهور يعني مع نهايه الموسم. طيب نروح لليوم السابع، واللي بتقول ان الاهلي يبدا رحله تجديد عقد احمد فتحي موسمين، ده قريب جدا باذن الله الموضوع هيخلص يعني.
مروان محسن يرتدي قناعا محليا بعد تاخر المستورد. احنا شفنا مروان عفوا في التدريبات الاخيره مع النادي الاهلي كان لابس القناع والراجل بيشارك بشكل كويس، لكن لسه قدامه ايام قليله جدا عشان يلتحم بحريه يعني في التدريبات، لان لسه التئام العظام مش بنسبه 100%، ناقص اسبوع تقريبا والامور تبقى طبيعيه. مجلس الاداره اجتمع اليوم في زاد، اعتقد كان في اجتماع لكن اجتماع تم تاجيله، اجتماع مجلس الاداره بالتحديد، فمش هيبقى النهارده. وده كان لمناقشه العديد من الامور سواء الاداريه الانشائيه الرياضيه، بعض الملفات المهمه جدا على طاوله مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن الكبير الكابتن محمود الخطيب. نروح لجريده الدستور، واللي ايضا بيتكلموا على رمضان صبحي وانه بيأجل عروض الاحتراف، ومنطقي جدا ان هو يأجلها لان دلوقتي ما فيش حل انك يعني مش مطروح انك تمشي، يعني مش طبيعي لان انت مرتبط بعقد اعاره فصعب هيمشي ازاي. هو بيرغب ان هو يحقق كمان طموح كبير جدا مع النادي الاهلي بتحديد الموسم ده، عايز يجيب بطولات كثيره للنادي اهمهم بطوله دوري ابطال افريقيا، ودي تصريحات رمضان بالمناسبه اول ما العاره اتجددت. يعني محمود ينهي اجراءات السفر، الحمد لله ان شاء الله انتهت وباذن الله. يعود سريعا هياخد 8 9 شهور ويرجع محمد محمود باذن الله يشارك في التدريبات الجماعيه مع النادي الاهلي. طيب نروح لخبر اخر، جريده الوفد بتتكلم عن ايه؟ بتقول ان عروض رمضان تقربه من الرحيل. طبيعي بعد تصريحات وكيل اللاعب بقى وان في عروض من ايطاليا وفي اهتمام من ايطاليا ومن انجلترا وكلام من ده، فالناس كلها هتتكلم في القصه دي، لكن المنطقيه والواقعيه بتتكلم في ايه؟ بتتكلم ان التوقيت ده مش ده التوقيت الصحيح للحديث على انتقال رمضان صبحي او رحيله وكلام من ده. قلنا القصه هتبقى مرتبطه مع نهايه موسم رمضان مع النادي الاهلي. كلوبالي يسدد الغرامه بالتقسيط، وده طبعا احنا عارفين النادي الاهلي كان له مستحقات 1,400,000 دولار عند اللاعب طبقا لقرار المحكمه الدوليه، واللي قالت ان بعد هروب طبعا كلوبالي الاهلي يحق له 1,400,000 دولار، وكان في مفاوضات كتيره جدا مع النجم الساحلي التونسي اللي بيمتلك عقد اللاعب دلوقتي، ومفاوضات استقرت في النهايه ان النادي الاهلي هياخد طبعا المبلغ بالكامل بس على اقساط خلال الفتره اللي جايه حوالي من خلال 18 شهر يعني الاقساط. يعني الاهلي يستأنف ضد حكم مركز التسويه وده اتكلمنا فيه، وفايلر يرفض الوديات وده اتكلمنا فيه، وديات ما قبل السفر للمعسكر الخارجي. طيب نروح لجريده اخرى وهي جريده المسا، واللي بتقول ان مصير اكرامي ووليد وعاشور وفتحي في يد فايلر، وده اللي احنا دايما بنتكلم فيه على مدار حلقاتنا كلها، لان الكلام كتير على الرباعي دول لان عقدهم تقريبا يعني خلاص بيخلص اخر السنه. فانت كمدير فني مستر فايلر هتقيم اللاعبين، هم طبعا مش محتاجين تقييم يعني، لكن ممكن يبقى في رؤيه من مدير فني. لكن اربع لاعبين تقال جدا في النادي الاهلي سواء حسام عاشور وليد سليمان اكرامي واحمد فتحي، طبيعي هيكون في تفكير عند النادي الاهلي في التجديد الرباعي، وممكن مستر فايلر يكون ليه تفكير بطريقه اخرى. كل الامور دي هتتضح، لكن القصه سهله مش هتاخد وقت خالص بالنسبه للرباعي ده في حاله التجديد باذن الله، هم اقرب للتجديد طبعا، نجوم كبار والنادي الاهلي محتاجهم جدا بكل تاكيد. المدير الفني للاهلي يجهز ملفا خاصا، وده اتكلمنا فيه سواء للتجديد او الاستغناء، وهنشوف طبعا ده قرار مدير فني في الاخر، هو اللي بيقرر وهو اللي بيقيم، والنادي الاهلي او مجلس الاداره او المسؤولين عن الكره بينفذوا طلبات المدير الفني، وده اللي اعتدنا عليه على مدار تاريخ النادي.